مساء الخير. مساء الخير. ايه الاخبار يا احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. كلمني عن الفتره اللي انت كنت بتعمل فيها عادات مش لطيفه ووصولك دلوقتي لمرحله ان انت متعافي. والله انا اول حاجه هي نوع المرض بتاعنا، يعني اول حاجه عادات سيئه. تمام، عادات سيئه، حاجات جت بتعملها كلها سيئه بتوصلك للادمان، توصلك للضرب، توصلك للحاجات الوحشه اللي بتوصلك كلها. ايه اوحش حاجه عملتها في الفتره اللي انت كنت بتتعاطى فيها؟ كل الحاجات اللي انا ما بعملهاش طبيعي وانا طبيعي عملتها، سرقت، شغلت دماغي على الناس، خدت فلوس، سرقت من صاحبي فلوس، سرقت من البيت فلوس، سرقت ذهب من مراتي. كل حاجة وحشة كل اللي بنشوفه في الدراما والمسلسلات ده حقيقة؟ حقيقة جدا طبعا. ايه اللي خلاك تاخد قرار انت تبطل؟ عشان انا وصلت لحاجات، انا يعني بعمل انا حاجات، وصلت انا بقول بعمل كده ليه وعلى ايه وعشان ايه. بعد فترة قد ايه؟ بعد فترة 8 سنين. طبعا ما فيش دكتور ما رحتهوش، انواع مهدئه وانواع حاجات كتيره خدتها. قول لي عمرو ساعدك ازاي؟ لحد ما شفت الاستاذ عمرو، شفت فيديوهاته على التيك توك وشفت الحاجات الحافظه دي اللي خدتها منه جدا. يعني انا تخيلي انا من ورا فيديوهاته مبطل 4 شهور ولسه انا مش مكلمه ولا بعرفه. ما شاء الله. بعدها كلمته والنهارده هو موجهي، هو من الناس اللي ساعدتني جدا بحياتي. يعني حتى انا لما بكلموش بشوف، بس بشوف مجرد فيديوهاته دي حاجه بتديني باور، بتديني طاقه، بتديني ايجابيه، ودايما هو بيتابعني، دايما هو بيسال عني. يعني حتى مثلا انا احيانا بفضل 2 3 مش مكلمه، بيكلمني بيقول لي انت فين يا عم، حاصل معاك ايه، انت روحت فين، اوعى تصدق في دماغك، اوعى تمشي ورا دماغك، كل حاجه من غير شروط بيعمل لي اياها. طيب عايزين منك نصيحه توجهها للشباب اللي بيتعاطوا مخدرات عشان ياخدوا قرار حلو زيك ويبطلوا. هو القرار عايز راجل اللي عايز يبطل، التبطيل للرجاله. كلمة تحمل معاني كتير. التبطيل للرجاله. القرار عايز راجل، والمتابعه والمثابره عايزه راجل برضه. هي شويه افكار، برنامج بسيط لناس معقده. برنامج بسيط لناس معقده ودايره، بس مفيش يعني حاجه سهله جدا، بس عايزه قرار. والتبطيل زي ما بيقولوا عندنا، التبطيل عايز رجاله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد، وبتمنى لك اللهم الثبات، وأي حد يكون بيتعاطى أي حاجة غير مرغوب فيها إن هو فعلا يبطل ويوصل لمرحلة كويسة. الحياة أحلى بكتير من غير المخدرات. طيب عايزة أعرف إيه البرنامج اللي بتتبعه مع أي شخص غرقان؟ بتعمل فيه إيه؟ هو بيكلمني لوحده. يعني أحمد ده وحش، ده شخص كده اللي هو إيه، حاجه كده دبابه. كلمني، هو اساسا مش مصري، من خارج مصر، فحب يتواصل معايا. فطبعا انا مش ما بديكش كل حاجه مره واحده، انا بصبر عليك شويه، بشوفك هتلح عليا ولا مش هتلح. لو انت لحيت يبقى عندك اصرار. يعني انت ما بتعالجش حد هو مش عاوز يتعالج. انا عايز اشوف اصرارك واصل لحد فين. ولا ما عندوش اصرار؟ اللي ما عندوش اصرار ما بيكلمنيش تاني. فهو فضل يزن عليا 3 ايام. تعالى بقى كلمني عنك شويه، اتكلمنا مع بعض شويه، ايه الدنيا، بتشرب ايه، نوع المخدر ايه، الكلام ده كله، اتكلمنا في تفاصيل كتير. وبعد كده طبعا هنبدا بقى البدايه، ان احنا هنعمل مرحله سحب اسمه. هتقعد في البيت، هتتغذى كويس، هتشرب عصاير، تاكل اكل فيه بروتين، تبص لصحتك شويه، عشان كل ما انت زدت وقفت قدام المرايه شفت في نفسك تغيير، فبتاخد من نفسك اكبر امل. الموضوع سهل. ايه الموضوع سهل؟ الموضوع ولا اعراض انسحابه مميته؟ الموضوع عايز راجل زي ما احمد قال. هو كان راجل وتحمل.